التاسعة مساء، أهلا بحضراتكم وأهلا بك تامر. أهلا بك رغدة، وبداية كما اعتدنا مع أبرز العناوين. 15 شهيدا و29 جريحا في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال بقصفه مدرسة تؤوي نازحين بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إن قواته في ذروة الاستعداد تأهبا لكل سيناريوهات الرد على اغتيال هنية وشكر. بايدن يعلن إتمام صفقة تبادل سجناء كبيرة بين الولايات المتحدة وروسيا وست دول أخرى بينهم مراسل وول ستريت جورنال. والآن نتابع أمر قطاع غزة. استشهد 15 فلسطينيا وأصيب آخرون في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه مدرسة تؤوي نازحين في حي الشجاعية الواقع شرقي مدينة غزة. أفاد مراسلنا بأن طائرات الاحتلال قصفت مدرسة دلال المغربي التي تؤوي نازحين بحي الشجاعية، ما أسفر عن استشهاد 15 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وإصابة آخرين في حصيلة أولية. أشار مراسلنا إلى أن طيران الاحتلال قصف المدرسة بثلاثة صواريخ. في الشجاعية أيضا أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة سقوط شهيدين وعدد من الجرحى نتيجة لقصف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين. كما استشهد فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون في قصف للاحتلال لمنزل في شرقي مخيم النصيرات الواقع وسط القطاع. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت كذلك مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل بعدها إلى المستشفيات 35 شهيدا و55 مصابا خلال الساعات 24 الماضية. وأوضح مسؤول الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة العدوان إلى أكثر من 39480 شهيدا، ما يربع على 91128 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. دان المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان استمرار الاحتلال في فرض حصار تعسفي على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات والمواد الأساسية التي لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة. أوضح أيضا المرصد إلى أن إجراءات الاحتلال تأتي في ظل انتشار الأمراض المعدية والظروف المعيشية الصعبة لنحو 2,300,000 فلسطيني. وأعرب المرصد الأورو متوسطي عن قلقه إزاء التداعيات الوخيمة لاستمرار تعمد إسرائيل تأزيم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. وأوضح أن ما تدعيه إسرائيل من احتواء تلك المواد على مواد كيميائية تدخل في الصناعات العسكرية لا يبرر إخضاع السكان لظروف معيشية قد تؤدي بهم إلى الهلاك الفعلي. We'll be right back.
300 يوم مرت على قطاع غزة منذ بداية تلك الحرب التي شنتها إسرائيل عليها، شهد خلالها كل أنواع الاعتداءات من قتل وتدمير وجوع وفقر. وخلال تلك الفترة لجأت إسرائيل إلى تنفيذ عمليات إبادة جماعية داخل القطاع بهدف القضاء عليه وإنهاء قضيته وسط صمت وخذلان من المجتمعين الدولي والأممي. قبل 300 يوم من الآن كانت غزة تقاوم لتحيا، متحدية انتهاكات الاحتلال والدمار وقسوة المشهد وصعوبته، لكنها لم تفقد الأمل في أن تشرق شمس الحرية على أرضها قريباً، حتى جاء فجر 9 أكتوبر، وهنا تغير كل شيء، وتغيرت معه غزة. غزة تلك الجميلة الصامدة وجدت نفسها وأهلها داخل صراع شرس لم تتوقعه، قصف لا يستهدف سوى منازل المدنيين، صرخات النساء والأطفال تغطي على أصوات القذائف نفسها، الجميع مضطرب ومتوتر، الصغار والكبار يتساقطون متشابكين كزرع تحتم على تل أبيب قطفه، الجميع يودع الجميع، والموت بات الزائر الثقيل الذي لم يستأذن الدخول بل اقتحم أرضها بلا موعد ولا إذن، قطاع فتته الحرب لتذوب الحدود التي طمستها أقدام نحو 2 مليون نازح فروا من القصف شمالاً أملاً فقط في النجاة، لكن القصف لاحقهم لتستمر رحلة النزوح يوماً تلو الآخر، في رحلة هروب لم تتوقف لحظة واحدة منذ نحو 300 شمس غيبها غبار القصف والمعارك. مأساة قطاع غزة لا يمكن تخيلها أو تلخيصها، فقد ودعت نحو 40,000 شهيد من أبنائها، فيما أصيب أكثر من 91,000 آخرين، فضلاً عن أكثر من 10,000 شخص باتوا في تعداد المفقودين، وما زالت أعداد الموت تتزايد في غزة ولم تتوقف حتى تلك اللحظة. حرب كان وقعها صادماً على نفوس العالم وليس الفلسطينيين أنفسهم، لتنتزع تلك الأرض المكلومة ملايين الأصوات الجماهيرية المنادية بحريتها واستقلالها، إلا أن خذلان المجتمع الدولي وانصياعه لتل أبيب كان قيداً على حريتها. قطاع غزة الذي بات كل شيء داخله يساوي معاناة ضخمة لم ينصفه أحد، بينما ترك ليعاني انتهاكات احتلال لم تردعه قوانين ولم يمنعه مجتمع دولي أو أممي من الاستمرار في حصد الأرواح، إما عبر القتل المباشر أو التجويع والعطش ونشر الأمراض. ورغماً عن ذلك ما زالت غزة تحاول وتصارع موتها كي تعيش. وعلى الرغم من مرور 300 يوم من العدوان على قطاع غزة، فشلت إسرائيل في تحقيق أي من أهدافها التي أعلنت عنها منذ 7 أكتوبر الماضي. وتواجه حكومة بنيامين نتنياهو أزمة في الداخل الإسرائيلي نتيجة لفشلها في القضاء على حركة حماس، كذلك فشلها في الإجراء أو الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.
فشل استراتيجي وآخر عملياتي. واقع إسرائيلي تشكل بعد 300 يوم من العدوان على قطاع غزة. فلم تنجح إسرائيل طيلة هذه المدة في القضاء على حماس وبنيتها التحتية كما أعلنت بداية العدوان، ولم تستطيع الإفراج عن محتجزيها في القطاع كما تعهدت لمواطنيها، لتنسج فشلاً يضاف للفشل اللامتناهي لحكومة نتنياهو المتطرفة. إسرائيل التي تجاوزت الأسلحة التقليدية في عدوانها إلى استخدام الأسلحة المحرمة دولياً لم تحقق رغم ذلك أهداف عدوانها، وذلك أيضاً على الرغم من الدعم اللوجستي والاستخباراتي والعسكري اللامحدود الذي قدمته الولايات المتحدة لحليفتها إسرائيل. الفشل الإسرائيلي سواء الحكومي أو العسكري في غزة صاحبه إحباط شعبي كبير في داخل إسرائيل، وهو ما ظهر جلياً في المظاهرات اليومية بشوارع تل أبيب مطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو وإجراء صفقة للإفراج عن المحتجزين. الفشل لم يقف عند هذا فحسب، بل إن إسرائيل خسرت معركة الرأي العام العالمية أيضاً على الرغم من الدعم الغربي الواسع الذي حظيت به منذ بداية العدوان على غزة، فكان استشهاد ما يقرب من 40,000 وإصابة أكثر من 90,000 سبباً وراء تراجع هذا الدعم، إضافة إلى الخراب الكبير الذي حل بالقطاع. المعركة على الرغم من عدم تكافؤها سطرت حقبة من الخيبة والعار لجيش الاحتلال الذي انكسر أمام إرادة صلبة لأصحاب الأرض الذين واجهوا حرب إبادة لآلة الاحتلال أتت على الأخضر واليابس. أورد موقع أكسس الأمريكي أن القنبلة التي استخدمت في اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عالية التقنية والدقة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. كما أفادت صحيفة نيويورك تايمز كذلك بأن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اغتيل بقنبلة ثبتت في غرفته بالعاصمة الإيرانية طهران قبل نحو شهرين وليس بصاروخ موجه. وأضافت الصحيفة كذلك بأن عبوة ناسفة تم تهريبها إلى دار الضيافة في العاصمة الإيرانية منذ أشهر أدت إلى مقتله، مشيرة إلى تفجير العبوة الناسفة عن بعد. مسؤولون إيرانيون قالوا إنهم لا يعرفون حتى الآن كيف تم زرع القنبلة داخل الغرفة. نفت حركة حماس مزاعم إسرائيل بشأن اغتيال محمد الضيف قائد الجناح العسكري للحركة، وأكدت حماس بأن الضيف بخير، مشددة على أن تأكيد أو نفي اغتيال قيادات مرهون بما تعلنه قيادات الحركة. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي والشباك زعما تلقياهما رسميا معلومات استخباراتية موثوقة باغتيال قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف في هجوم على خان يونس قبل نحو 3 أسابيع. ويعد محمد الضيف المسؤول العسكري الأول في حركة حماس، كما أن له دورا بارزا في إدارة العمليات العسكرية التي تتم حاليا مع قوات الاحتلال داخل قطاع غزة. وقد صنفت إسرائيل محمد الضيف بأنه العقل المدبر الثاني لهجوم 7 أكتوبر الذي وقع على البلدات والقرى المتاخمة لقطاع غزة. أما الآن فإلى تطورات الأوضاع في لبنان.
صرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري بأن تل أبيب مستعدة بخطط هجومية بالإطار الزمني القريب. كما أضاف هاجاري بأن الجيش الإسرائيلي تمكن من القضاء على القيادي بحزب الله اللبناني فؤاد شكر من خلال عملية دقيقة للغاية. كما أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال بأن إعادة المحتجزين على رأس أولويات تل أبيب وأن العمل من أجل ذلك الهدف يجري على كل المستويات. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جاهزية إسرائيل لأي سيناريو محتمل سواء في الدفاع أو الهجوم. جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها نتنياهو للجبهة الداخلية للاطلاع على جاهزية قواته لأي هجوم محتمل من إيران أو حزب الله اللبناني بسبب عمليات الاغتيال الأخيرة. في غضون ذلك نقل موقع أكسس الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن نتنياهو سيتلقى اتصالا من الرئيس جو بايدن اليوم سيبحثان خلاله التصعيد في المنطقة. قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إنه سيتم الرد على تجاوزات إسرائيل رغم مطالبات عدة بدول بعدم الرد على الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت. كما أضاف نصر الله في كلمة له بأن إسرائيل قتلت في قصف الضاحية الجنوبية 7 أشخاص بينهم القيادي بحزب الله فؤاد شكر وأحد المستشارين الإيرانيين. نصر الله شدد على أن العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية ليس ردا على حادث مجدل شمس وإنما جزء من الحرب لافتا إلى نفي حزب الله سابقا المسؤولية عن هذا القصف وأنه لو كان المسؤول عن هذا الحادث لأعلن ذلك. دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي بريطانيا والمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على لبنان وعلى اعتداءاتها اليومية ضد المدنيين مما يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي. وخلال لقائه وزيري الخارجية والدفاع البريطانيين ديفيد لامي وجون هيلي بلبنان قال ميقاتي إن بلاده يدعم الحل السياسي وتنفيذ القرارات الدولية. بدوره دعا وزير الخارجية البريطاني جميع الأطراف إلى احترام القرار الدولي 1701 وتنفيذ بنوده كافة. رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب القصوى تحسبا للرد المتوقع على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر. هذا وقد كثف جيش الاحتلال من وجود قواته على الحدود مع لبنان، كما رفع سلاح الجو الإسرائيلي حالة الاستنفار في صفوفه إلى الحد الأقصى. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن حزب الله سيحاول الرد بقوة كبيرة، كما يتوقع جيش الاحتلال ردا منسقا من إيران ومن حزب الله على اغتيال هنية وشكر. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن الهجمات في الجولان السوري المحتل من إسرائيل وجنوب لبنان وطهران تمثل تصعيدا خطيرا. أكد غوتيريش أن دعوات ضبط النفس وحدها لم تعد كافية لإنهاء تلك الصراعات، مطالبا المجتمع الدولي بمنع أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى تدهور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. ينضم إلينا من بيروت مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية. بعد التحية، ما هي آخر التطورات التي رصدتها في الجنوب اللبناني؟ وهل واجهت أي صعوبات أو مخاطر أثناء قيامك بعملك الصحفي؟ نعم، يعني نحن الآن متواجدون في العاصمة اللبنانية بيروت، والحال في المنطقة الجنوبية أو في جنوب لبنان هو بكل حال متوتر للغاية في ظل الهجمات العديدة التي ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلية تقوم بها على كافة الأصعدة في الجنوب اللبناني سواء كان في القطاع الشرقي أو الغربي أو القطاع الأوسط. بالنسبة للوضع هنا في العاصمة اللبنانية بيروت، فعلى المستوى السياسي كان هناك اليوم لقاءات عديدة لرئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حيث زار اليوم الأراضي اللبنانية وتحديدا العاصمة بيروت وفد بريطاني رفيع المستوى ترأسه وزير الدفاع والخارجية البريطاني، وتم من خلال هذه الزيارات عقد لقاءات سواء كانت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أو مع رئيس مجلس النواب اللبناني. نتحدث عن لقاء الوفد البريطاني مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، والذي أكد من خلال هذا اللقاء وهذا الحديث
مع الطرف البريطاني على أهمية تنفيذ القرار الأممي 1701 والتزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذها، وأن إسرائيل أصبحت هي العائق أمام تنفيذ هذا القرار الذي مضى عليه سنوات ولم يتحقق حتى الآن. ودائما الاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية تؤجل وتؤجج الأوضاع في المنطقة ليس فقط في الأراضي اللبنانية. وقال إن لبنان لا يريد الدخول في حرب ولكنه يريد السلام ويريد إقرار القرار الأممي، ولكن على أي حال إذا ما كانت الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة على الأراضي اللبنانية فإن لبنان يريد الدفاع عن أراضيه وعلى وحدة الأراضي اللبنانية، خاصة وأن الاعتداءات ليست فقط على الجنوب اللبناني ولكنها امتدت إلى العمق اللبناني في العاصمة بيروت، ولذلك فإنها أصبحت اعتداءات على المدنيين وعلى السيادة اللبنانية. نتحدث طيب عن تصريحات وزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي، نعم، والذي قال عقب مغادرة هذا اللقاء ونشر على صفحاته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي بأن الوضع خطير ولا يجب الوقوف صامتا للمجتمع الدولي أكثر من ذلك نظرا لعدم انجرار أطراف أخرى إقليمية أو دولية في هذا الصراع وتوسيع دائرة الحرب والصراع العسكري ما بين الأطراف في ظل الاعتداءات المستمرة والتبادل الموجود ما بين الأطراف هنا في الجنوب اللبناني. لذلك فالعمل من الجانب البريطاني كان على قدم وساق من خلال هذه الزيارة المهمة والتي كان على رأسها وزير الدفاع والخارجية، وهو ما يؤكد الرغبة البريطانية في إيجاد حل للخروج من هذه الأزمة والوصول إلى تهدئة أو لفض حدة التوتر في المنطقة وعدم انجرار أطراف أخرى حتى لا تقع حرب. نعم. طيب مصطفى، ما هي ردود فعل السكان المحليين على الهجمات الأخيرة؟ نعم، يعني نتحدث عن أن وحدة الصف اللبنانية باتت هي الشعار الأوحد والأمثل هنا في لبنان وخاصة في العاصمة اللبنانية بيروت. نتحدث عن أن مكونات لبنان هي مكونات عديدة ومتعددة الأطراف، ولكنها جميعها تؤكد على أن الاعتداءات الإسرائيلية لن تثني لبنان عن الدفاع عن أراضي والتمسك بالالتزام بالسلام وتنفيذ القرار الأممي. إذا ما تحدثنا عن مكونات الشعب اللبناني ونتحدث في هذه المرحلة عن يعني أطراف عديدة، الكل تحدث سواء كان من القادة السياسيين أو أعضاء مجلس النواب في البرلمان اللبناني على أن هذا التوقيت حرج للغاية، والتزموا بما دعا إليه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيل جرني عندما دعا إلى وحدة إلى ضرورة التكاتف وأن يقف الجميع صفا واحدا بالنسبة للمستوى الشعبي وفي الشارع اللبناني. فربما يعني نتحدث عن أن العاصمة اللبنانية بيروت تشهد حياة طبيعية يشوبها كثير من الحذر والترقب في انتظار أو في تخوف من أي تهديدات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة مع تصعيد وتيرة وتصعيد خطاب يعني التهديدات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بأن سلطات الاحتلال تنوي مهاجمة الأراضي اللبنانية ولن تعبر عن إذا ما كانت هذه الاعتداءات ستطال الجنوب فقط وهو ما يحدث حاليا بالفعل أو ستنال من العاصمة والعمق اللبناني، وهو ما حدث يوم أول أمس عندما قامت باستهداف أحد المنشآت لاستهداف أحد القياديين بحزب الله في الضاحية الجنوبية ببيروت، وكان له أثر ويعني مردود كبير في هذه المنطقة. ولكن على أي حال تم فرض يعني انتشار أمني مكثف واستنفار أمني في المنطقة هذه، وهذه هي الضاحية الجنوبية التي تعد معقل وبها يعني عدد كبير ومباني تابعة كثيرة لحزب الله، لذلك كان بها الانتشار الأمني. أما لباقي العاصمة اللبنانية بيروت فهي تعيش الحياة الطبيعية وإن كانت مشوبة ببعض من الترقب والحذر. نعم مصطفى، وأنت في بيروت كيف ترى التغطية الإعلامية الدولية للأحداث في لبنان؟ هل تعكس الواقع على الأرض؟ نعم، يعني التغطية الإعلامية هنا في بيروت هي ربما تغطية محدودة حتى اللحظات الماضية أو حتى الأيام الماضية كانت محدودة إلى يعني جزء كبير أو إلى حد بعيد، ولكن خلال أو عقب الحادثة التي تمت في الضاحية الجنوبية بدأت كل وسائل الإعلام الدولية والإقليمية المتواجدة في بيروت في يعني النزول إلى الشارع وتغطية الأحداث بشكل كبير، وهو ما رصدناه خلال تواجدنا ونحن نتحدث عن أننا متواجدون في العاصمة اللبنانية تقريبا كل يوم خلال الآونة الأخيرة وعلى مدار الساعة نتواجد في العاصمة اللبنانية بيروت. لذلك كانت التغطية الإعلامية من وسائل الإعلام الدولية والإقليمية هي أكثر تركيزا عقب الحادثة التي وقعت بالضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت. أما بالنسبة للأوضاع والتغطية الإعلامية على الجنوب اللبناني فهناك تركيز الآن من كل وسائل الإعلام
الإقليمية والدولية المتواجدة داخل الأراضي اللبنانية في التغطية من هذه المنطقة التي أصبحت بؤرة صراع كبير للغاية وأصبحت محط أنظار العالم بأسره، ليس فقط على وسائل الإعلام ولكن أصبح الجميع يتحدث عن جنوب لبنان وما يشهده جنوب لبنان من مهاجمات لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وفي انتظار رد فعل حزب الله خاصة بعد اغتيال أحد قادته وأيضا بعد كل الاعتداءات التي قامت بها قوات الاحتلال وبعد التصريحات التي أطلق حزب الله بأنه ينوي مهاجمة الأراضي الإسرائيلية، وقال أيضا في عدة تصريحات لحزب الله بأن العمق بالعمق والعاصمة بالعاصمة وإذا ما تم أي اعتداء سيتم الرد بقوة، وهذا هو ما ينتظره الجميع والكل يخشى بأن تكون هذه المواجهات خلال الأيام القادمة هي بداية لحرب إقليمية كبرى في المنطقة، لذلك فالتغطية الإعلامية من هنا من بيروت أو من الجنوب اللبناني أصبحت في اهتمام كبير من قبل كل المحطات والقنوات العالمية والدولية ووسائل الإعلام المختلفة. يعني ما هي الأهداف المحتملة لإسرائيل من الغارات الجوية على الجنوب أيضا اللبناني؟ نعم، يعني نحن نتحدث عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتادت على الاعتداءات على الجنوب اللبناني سواء بقطاعه الشرقي أو الغربي أو الأوسط بالرغم من تواجد قوات اليونيفيل، وهي تقوم بمهاجمة كثير من الأراضي اللبنانية ويعني تزيد من عمليات الطلعات الجوية أو الاستهدافات وقوة التركيز الضربات التي توجهها إلى الجنوب اللبناني من آن لآخر، ولكن خلال الأربعة أيام الماضية قامت قوات الاحتلال بتركيز ضرباتها العسكرية واعتداءاتها على الأراضي اللبنانية في المنطقة الشرقية وفي المنطقة الوسطى بالإضافة أيضا إلى الشرق اللبناني في بداية الحادث، وهذا هو ما كان له أثرا في حدة التوتر ما بين الأطراف في الجنوب اللبناني. اتضحت الصورة، كنت معنا من بيروت مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا. من العاصمة اللبنانية بيروت ينضم إلينا سيد عوني الكعكي رئيس تحرير جريدة الشرق ونقيب الصحافة اللبنانية. سيد الفاضل أهلا بك على شاشة القاهرة. سيدي ابتداء، السيناريوهات التي تقول أو توجه الرأي إلى أن الحرب قادمة كثيرة، والسيناريوهات أيضا التي تتحدث أن الضربة بالضربة ستكون هي القائمة رغم تشعب الجبهات، أين أنت من الرأيين؟ سيد عوني، إذن فقدنا الاتصال وسنعود لاحقا إلى بيروت مع السيد عوني الكعكي رئيس تحرير جريدة الشرق للتعليق على مآلات الأمور بعد هذه التوقعات الكثيرة داخل لبنان. إذن عاد إلينا من بيروت السيد عوني الكعكي رئيس تحرير جريدة الشرق ونقيب الصحافة اللبنانية. سيد الفاضل، الحرب قادمة أم احتمالات الرد المحدود طبقا للسيناريوهات السابقة هو القائم؟ كيف تقيم مآلات الأمور طبقا للوضع الراهن؟ مساء الخير وأهلا وسهلا بكم وأهلا بالقناة المصرية التي هي عزيزة على قلوب اللبنانيين، مصر أهل مصر، التلفزيون المصري. على كل حال احتمالات الحرب دائما موجودة بين العرب وبين إسرائيل وخاصة لبنان. تعرف لبنان أولا في عنا فلسطينيين، ثانيا في المقاومة اللي نشأت بعد الاحتلال الإسرائيلي عام 1982. بيروت هي العاصمة الوحيدة في العالم العربي التي دخلتها إسرائيل، مبيت محاصرة 100 يوم من 1982 لا يوم تطلعوا صار في اتفاق بينه وبين أبو عمار وراح أبو عمار على تونس. فموضوع الحرب على طول موجود. احتمالاته طبعا هلأ بعد ما صار في مقاومة لبنانية حقيقية اللي هي أجبرت في سنة 2000 الإسرائيل على الانسحاب، وهذا كان لأول مرة بالتاريخ أنه بالتاريخ إسرائيل أول مرة تنسحب من دولة احتلتها هي لبنان. طبعا بعد في
مثل ما بيقولوا مسمار جحا حاطين في قصة بعض المناطق الثامنة هذه الخلافات. لازم يكون في مناطق مختلفين على هاي لمين، سوريا ولا لبنان ولا لفلسطين ولا. على كل حال طبعا هاي ما يسمى بمزارع شبعة وتلال كفر شوبة، هاي دول اللي خلوا المشكلة بين لبنان وبين إسرائيل لا يزال قائم. وبناء عليه وبناء عليه القول الحسم في عملية الحرب اتصالا بتحليل الكلمات التي خرجت من جبهات متعددة في أعقاب عملية الاغتيال التي طالت ابتداء العاصمة الضاحية الجنوبية في بيروت أو العاصمة الإيرانية طهران، ألا تؤشر على شيء؟ أكيد لا يمكن أن يكون كل فعل له رد فعل. فالاغتيال القائد رقم 2 في حزب العظيم اللي هو فؤاد شكر لا يمكن أن يمر، وفي الضاحية يعني في بيت الحزب فهذه لا يمكن أن تمر. وقال اليوم في كان عمده ألقى كلمة يوم تأمينية في حوادث العملية اغتيال فؤاد القائد فؤاد شكر، قال إنه اللي عم يضحكون اليوم رح يبقوا قريبا كثير. معناها هذه تختصر القصة. شكرا لك من العاصمة اللبنانية بيروت السيد عوني الكاكي رئيس تحرير جريدة الشرق ونقيب الصحافة اللبنانية، شكرا لك على قبول دعوتنا. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن عملية الإفراج عن 16 سجينا تمت وفقا لصفقة تبادل بين روسيا والولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى اعتمدت على الدبلوماسية والصداقة. هذا وقد أكد الرئيس الأمريكي بأنه على الرغم من إتمام الصفقة ستظل بلاده ترى روسيا دولة معتدية على أوكرانيا. إن روسيا أفرغت عن 16 شخصا، 8 روسيين سيعودوا مرة أخرى من بينهم 4 أمريكيين و 6 ألمان. واحد من هؤلاء الروس يعمل مع منظمات حقوقية. إن بوتين قد سجنه لأنه كان يعارض ما حدث في أوكرانيا وآخرين كانوا في السجون الروسية هذا العام، يمكنهم أن يعيشوا بحرية الآن ويعملوا لأجل الديمقراطية. هذا لم يكن ليكون ممكنا دون حلفائنا من تركيا والنرويج وألمانيا وبولندا الذين دعمونا وصمدوا إلى جانبنا في هذا الموقف. أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عن امتنان واشنطن لكل الحلفاء الذين دعموها خلال صفقة تبادل السجناء مع روسيا. وأكد سوليفان أن إتمام هذه الصفقة يعد قطع الطريق على نشوب حرب جديدة، معربا في الوقت نفسه عن أسفه لوفاة أحد مواطني الولايات المتحدة بروسيا قبل إتمام صفقة تبادل السجناء. نحن ممتنون للغاية لكل الحلفاء الذين دعمونا في هذه المفاوضات المعقدة. بينما أقف على هذه المنصة الرئيس يقوم بعمل اتصالات لتقديم الشكر للرئيس سلوفاكيا، ويمكنني أن أقول أن هذا هو من أثر جو بايدن ومع باقي الحلفاء الأمريكيين لإنقاذ المواطنين الأمريكيين. نحن كنا نعمل كفريق سويا لإتمام هذا الأمر، لطالما كان هدفنا أن نضع العائلات أولا، العائلات الذين يعانون بشكل بالغ، لطالما كنا على تواصل مستمر معهم. كان مراسلنا قد أفاد بعودة 7 مواطنين روس كانوا محتجزين في دول الناتو إلى العاصمة الروسية موسكو في أعقاب عملية تبادل السجناء التي تمت في مطار أنقرة التركي. ومن جهتها قالت الرئاسة التركية إن 26 شخصا كانوا محتجزين في سجون 7 دول مختلفة من بينها الولايات المتحدة وروسيا، وتمت مبادلتهم في عملية تبادل كبيرة في أنقرة. وكان من بين سجناء الصفقة مراسل وول ستريت جورنال، إضافة إلى الجندي السابق في البحرية الأمريكية بول
بول ويلن الذي غادر موسكو بعد مبادلتهما ضمن صفقة مع واشنطن بمشاركة عدة دول. ينضم إلينا من موسكو دكتور آصف ملحم مدير مركز جي اس ام للأبحاث والدراسات وخبير الشؤون الروسية. أهلا بحضرتك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. دكتور آصف، بداية، ما هي الرسائل الدبلوماسية التي حاولت روسيا توجيهها من خلال صفقة تبادل السجناء الأخيرة من وجهة نظرك؟ نعم، مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين. سيدتي، نعم، في الواقع هذه صفقة يتم يعني الحديث عنها منذ زمن بعيد، وهناك يعني مفاوضات مستمرة وخاصة بين ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية بهدف إتمام هذه الصفقة. أنا وفق تقديري طبعا قسم كبير من المواطنين الذين أعادتهم روسيا إلى بلدانهم هم مزدوجو الجنسية، يعني يحملون الجنسية الروسية وجنسيات البلدان الأوروبية. ومعظم الاتهامات الموجهة إليهم هي اتهامات بالتجسس أو بتشويه سمعة الجيش الروسي أو بالخيانة وما شابه ذلك. لذلك أعتقد أن وفق تقديري هناك يعني من بين المواطنين الذين استعادتهم روسيا هناك شخصيات أهم منهم جميعا لهؤلاء. هؤلاء كانوا عبارة إما عبارة عن صحفيين أو ناشطي حقوق إنسان أو يعملون في بعض المنظمات غير الحكومية التي تعتبر وجهة نظر روسيا أنها تمارس نشاطا معاديا لروسيا. أما من تم تحريرهم من الأطراف الغربية فهم يعني جميعهم إن صح التسمية كانوا يعني يعملون في الاستخبارات الروسية، وهم يعتبرون من وجهة نظر روسيا على ما أعتقد يعني من الوزن الثقيل مقارنة مع هؤلاء جميعا. طبعا صفقات تبادل جرت يعني تجري دائما بين الطرفين، ولا أعتقد أن هناك أي رسائل سياسية يعني خلف هذه الصفقة سوى أن روسيا تحاول استعادة مواطنيها وليس أكثر من ذلك. طيب دكتور، أيضا كيف ترى تأثير صفقة تبادل السجناء على العلاقات بين روسيا والدول الأوروبية وأيضا الولايات المتحدة؟ وهل تعتقد أن هذه الصفقة تعكس تغييرا في السياسة الروسية تجاه الدول الغربية؟ سيدتي لاحظي معي، طبعا هذه الصفقة يعني هي إن صح التسمية خطوة إيجابية، يعني بكل الأحوال يجب النظر إليها بهذا الاتجاه. قد تساعد إلى حد ما يعني إنصاب تقريب وجهات النظر بين الطرفين، يعني لن تساهم هذه الصفقة في حل كل المشاكل التي تعصف بين روسيا والدول الغربية، ولكنها قد تساعد يعني ببناء الثقة إن صح التسمية بينهما. ولكن من الصعب يعني الفريقان روسيا والدول الغربية بعيدان إلى أبعد الحدود بينهما في كل وجهات النظر وحول جميع القضايا، وقد تساهم ولكن هذه المساهمة تبقى ضعيفة إلى أبعد الحدود. نعم، لكن برأيك ما هي العوامل التي دفعت روسيا للموافقة على هذه الصفقة الكبيرة؟ سيدتي لاحظي معي، يعني احتجاز بالنهاية احتجاز مثلا يعني مراسل وول ستريت جورنال، يعني الرجل ذهب إلى مقاطعة إيكاترينبورغ وحاول التقاط بعض الصور لمعمل الدبابات هناك. يعني في النهاية هؤلاء محتجزون ولا يؤثرون وفق وجهة نظري نحن على الأمن القومي الروسي عموما، يعني وبالتالي يعني تحريرهم والحصول على مواطنين أكثر أهمية من هؤلاء بالتأكيد هو لصالح روسيا. لذلك روسيا، نحن نلاحظ الصفقة، يعني روسيا استعادت 8 وقدمت بالمقابل 16، يعني عمليا الفارق كبير يعني بالأعداد. ولذلك وفق تقديري أنا لا يوجد يعني أي دافع آخر أمام روسيا واستعادة مواطنيها. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا. كنت معنا من موسكو دكتور آصف ملحم مدير مركز جي اس ام للأبحاث والدراسات وخبير الشؤون الروسية. من واشنطن السيد حازم الغبرة المستشار السابق في الخارجية الأمريكية، أهلا بك سيدي على شاشة القاهرة. في أي إطار توضع هذه الصفقة؟ في إطار يوميات الحرب أم في إطار التحول الاستراتيجي في إطارها؟ كيف تقيمها؟ سيد الكريم، شكرا على الاستضافة. يعني بصراحة الأمر تفاجأنا أن هذه الصفقة قد تمت في هذه المرحلة. صفقة جيدة يعني على الأقل بالأرقام لطرف الغرب، 24 رهينة، ليس سجين، هؤلاء كانوا رهائن في روسيا مقابل 7 أو 8، لم توضح يعني هذا رقم 7 أو 8 ما زال يتراوح
من الطرف الروسي. طبعا يعني يجب أيضا الحديث عن من هؤلاء الأشخاص. نتحدث عن صحفيين، إيفان غريغوفيتش من صحيفة وول ستريت جورنال، صحفية من ساوث أمريكا، مقابل يعني قتلة مأجورين وأشخاص متهمين بجرائم مالية وجرائم عنفية من الطرف الروسي. لكن دعنا من ذلك، تمت الصفقة الأكبر لتبادل الأسرى منذ الحرب الباردة، هذا هام جدا. لماذا يعني هناك تساؤل اليوم في واشنطن، لماذا هذا التوقيت؟ لماذا لم يكن هناك يعني صبر من الطرف الروسي حتى يتم، حتى بعد الانتخابات الأمريكية والانتخابات الأمريكية على الأبواب؟ هل بدأ النظام الروسي مقتنعا أن نظام أو إدارة بايدن ستستمر عبر هاريس ولن يكون هناك تغيير؟ هل هو يحاول دعم الإدارة الحالية باستمرارها لأنه يعتبرها أفضل من إدارة ترامب؟ أسئلة كثيرة يعني متداولة اليوم. هناك إجابة على سؤال من هذه الأسئلة الكثيرة، ضيفنا من موسكو الدكتور آصف ملحم كان معنا قبل انضمامك إلينا، وقال أن هذه الصفقة يتم العمل عليها منذ فترة طويلة ولا علاقة لها بهذا التغير الذي طرأ على المشهد الانتخابي في الولايات المتحدة. سنوات يعني أكثر من أشهر. طبعا كان هناك يعني هناك حديث أن هذه الصفقة كان يجب أن تتم في شهر فبراير الماضي، لكن موت المعارض أليكسي نافالني أخر الصفقة كثيرا. لكن صفقة يعمل عليها لسنوات، لم يكن هناك قدرة لتأجيلها بضعة أشهر حتى الانتخابات الأمريكية؟ أعتقد نعم هناك أسئلة. ولماذا تؤجل طالما طرحت هذا السؤال؟ هذا ما نحاول الإجابة عنه. هل كان هناك حوافز إضافية منحت الطرف الروسي لم يعلن عنها، إن كانت مالية؟ طبعا وضع روسيا المالي اليوم سيء جدا. تسمح لي ببعض المداخلة ونفكر سويا بصوت مرتفع. ما الذي يدفع الولايات المتحدة أن تقدم صفقة بهذا الشكل، وأنت وصفت من خرجوا من الجانب الروسي بأنهم قتلة من المأجورين؟ أعتقد هناك جزء سياسي للموضوع، خصوصا في هذا التوقيت. كما تحدثنا، الحوار دائر يعني لأشهر طويلة وحتى أكثر من أشهر بين الطرفين ولم يودي إلى اتفاق نهائي. فالوضع الاتفاق النهائي الآن يمكن تفسيره سياسيا، أن الإدارة الحالية الأمريكية تحتاج إلى نصر، وهذا النصر جيد. يعني نرى اليوم على شاشات التلفاز الأمريكي الأسرى الأمريكيون يعودون إلى ديارهم، وهذا هام جدا للشارع الأمريكي. أعتقد أن هناك هذه جزئية. هناك جزئية أخرى أيضا أن روسيا قد تكون مستعدة لذلك، لأنها تعبت جدا من العقوبات الأمريكية والدعم الأمريكي المستمر لأوكرانيا، وقد ترى في هذه أو تم تقديم بعض التسهيلات للطرف الروسي أو بعض تخفيض للعقوبات في نواحي معينة تحتاجها روسيا. الأمور ما تحتاج إلى توضيحات، وننتظر التوضيحات الآن. كل التحية لك من واشنطن السيد حازم الغبرة المستشار السابق في الخارجية الأمريكية، شكرا لك سيدي على قبول دعوتنا. من جانبه رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بإفراج روسيا عن عدد من السجناء، من بينهم المعارض الروسي البريطاني فلاديمير كارا الذي حكم عليه بالسجن 25 عاما بتهمة الخيانة. وفي تعقيب له على عملية تبادل السجناء التي تمت في مطار أنقرة التركي، أكد رئيس الوزراء البريطاني أن لندن ستواصل دعوة روسيا إلى احترام حرية التعبير السياسي، مثمنا تلك الخطوة التي تم بموجبها الإفراج عن سجناء. ذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل في مدينة العالمين الجديدة نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارته الخاصة إلى جمهورية مصر العربية. وأوضح متحدث الرئاسة المصرية بأنه دار لقاء أخوي بين الرئيسين تناول تأكيد متانة وعمق العلاقات التاريخية بين الدولتين والشعبين الشقيقين. واصطحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات في جولة في مدينة العالمين الجديدة، زار خلالها أبرز معالمها وتفقد ما تم إنجازه من بناء وتطوير في هذه المدينة.
كان الرئيس المصري في وداع رئيس دولة الإمارات بمطار العالمين في ختام زيارته مثمنا العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع بين قيادتي وشعبي الدولتين. أعلن مرصد الجوع العالمية أن هناك مجاعة تحدث الآن في معسكر زمزم بإقليم دارفور غرب السودان. حذر المرصد من أن مناطق أخرى في دارفور قد تتعرض لظروف مشابهة للمجاعة في معسكر زمزم. شدد مرصد الجوع العالمي على أن المجاعة في معسكر زمزم من المحتمل أن تستمر على الأقل حتى شهر أكتوبر المقبل. أكد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية استمرار المعارك في كل مكان بالجبهة الشرقية للقتال، وأكد وأضاف كذلك القائد الأوكراني بأن هناك كثافة متفاوتة في جميع اتجاهات الهجوم الروسي، مؤكدا بأن الجيش الروسي لم يحقق أي نجاح يذكر بالنظر إلى خسائره الفادحة في المحور الشرقي. كما أشار القائد الأوكراني إلى أن الجيش الروسي يواصل تركيز جهوده في اتجاه بورسكوفسك، موجها وحداته الهجومية الأكثر خبرة في هذا الاتجاه. أعلنت وزارة الدفاع الروسية البدء بتجهيز منصات الإطلاق ووسائل الاستهداف الجوي في إطار المرحلة الثالثة من تدريب القوات النووية غير الاستراتيجية. في بيان لها أشارت الوزارة إلى قيام أفراد التشكيلات الصاروخية للمناطق العسكرية الجنوبية والوسطى ووحدات الطيران المشاركة في القوات الجوية الفضائية بالعمل على مسائل الحصول على ذخائر تدريب خاصة والانتقال إلى مناطق محددة للبدء في تحميل منصات الإطلاق ووسائل الاستهداف الجوي. في وقت سابق أجرت روسيا المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية الروسية، حيث شملت تدريبات العمل على تطوير التدريب المشترك لوحدات القوات المسلحة الروسية وبيلاروسيا على الاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية. وفي بعض من أنباء الاقتصاد، خفض بنك إنجلترا معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 5%، وجاء قرار بنك إنجلترا متماشيا مع توقعات السوق، حيث خفض البنك سعر الفائدة لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا، وذلك بعد أن رفعها لأعلى مستوياتها منذ 16 عاما من أجل كبح التضخم. أبقى تحالف أوبك بلس على سياسة إنتاج النفط الحالية دون تغيير، وعزم التحالف على التراجع التدريجي عن تخفيضات الإنتاج بداية من أكتوبر المقبل. أكدوا على أن قرار زيادة الإنتاج قد يجري تعليقه مؤقتا أو التراجع عنه إذا لزم الأمر. تدعو خطة الإنتاج الحالية التي أقرت في يونيو الماضي أوبك بلس إلى التخلص تدريجيا من تخفيضات تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا على مدار عام من أكتوبر من عام 2024 إلى سبتمبر 2025. يقلص تحالف أوبك بلس الإنتاج حاليا بواقع 5,860,000 برميل يوميا في المجمل. ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا الأسبوع الماضي بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة إلى أعلى مستوى له منذ 11 شهرا، مما يؤشر إلى بعض التباطؤ في سوق العمل الأمريكي. وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الحكومية زادت 14 ألفا لتسجل حوالي 249 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 27 من يوليو، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس من عام 2023. ارتفع معدل البطالة في المغرب خلال عام 2023 إلى 13% ليسجل أعلى معدل له منذ عام 2001. أوضح التقرير السنوي الصادر عن بنك المغرب أن معدل البطالة في المناطق الحضرية التي تضم ثلثي السكان في سن العمل بلغ 16.8% ووصل إلى ذروة 48.3% بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما.
نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. 15 شهيدا و29 جريحا في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال بقصفه لمدرسة تؤوي نازحين بحي الشجاعية الواقع شرقي مدينة غزة. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إن قواته في ذروة الاستعداد تأهبا لكل سيناريوهات الرد على اغتيال هنية وشكر. بايدن يعلن إتمام صفقة تبادل سجناء كبيرة بين الولايات المتحدة وروسيا وست دول أخرى بينهم مراسل وول ستريت جورنال. نهاية هذه النشرة، شكرا لطيب المتابعة وشكرا لك تامر. شكرا رغدة، وإلى اللقاء. إلى اللقاء.